حياكم الله في حلقة جديدة من منتدى الصحافة. أنا عيسى طيب أحييكم مجددا. انفجار إرهابي هز الرياض صبيحة اليوم أسفر عن مجموعة من القتلى والجرحى المدنيين. الانفجار يأتي في سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تمر بها المملكة العربية السعودية. في أحد أيام رمضان المبارك شهدت هذه المنطقة في بلد الحرمين الشريفين انفجارا أقل ما يوصف، كما وصفت الصحافة الصادرة اليوم بأنه عمل شنيع أدى بالأبرياء وقتل البراء في هذه العملية الهمجية. في هذه الحلقة التي سنخصصها للحديث عن هذا الانفجار يسرني أن أستضيف معي في الاستوديو الدكتور عمر عبد العزيز مدير تحرير مجلة الرافد، فأهلا وسهلا بك سيدي. وأرحب كذلك بضيفنا عن طريق الأقمار الصناعية الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري مدير عام أوقاف دبي سابقا، فأهلا وسهلا بك سيدي. حياكم الله. بداية مع ضيفنا الدكتور عمر عبد العزيز، في قراءة سريعة للحادث ترى كيف، وأنت رجل صحفي سياسي يعني عايشت الكثير من الأحداث من خلال عملك الصحفي، كيف يمكن أن تقرأ الحادث في أول برهة؟ كيف تلقيت الحادث في أول قراءة له؟ في رأيي الشخصي هذا ملمح من ملامح الفوضى والجنون الكبير الذي يجري في العالم المعاصر، والجناية تقع على الكل في حقيقة الأمر، على القائمين على أمر المؤسسات المختلفة والمؤسسات السياسية من جهة، وأيضا على الذين يتبنون مثل هذه الأدوات اعتقادا منهم بأن هذه الأدوات يمكن أن تؤدي إلى تغيير الأوضاع في المنطقة العربية أو في العالم. فإذا هنالك جنون شامل يعم الجميع، ولا بد من تبصر هذه المسألة بروية وقراءة مقدماتها كما ينبغي أن تقرأ، والتكشف على الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الظواهر. فإذا إذا أردنا أن نحاكم هذه الواقعة وهي جزء من سلسلة من الوقائع التي تكررت في عديد من البلدان سواء في العالم العربي أو في العالم الخارجي، لابد من أن نبدأ في المقدمات وأن نتقرر هذه المقدمات كما ينبغي، ولابد أن تتحمل كل الأوساط وكل الجهات مسؤوليتها في هذا الأمر، وخاصة الحكومات والدول، باعتبار أن الحكومات والدول تستطيع أن تسوس الذين يقومون بهذه العمليات أو الذين يتبنون مثل هذه الأدوات، وتستطيع أن تقوم بإرشاد حقيقي، خاصة وأن الأدوات أدوات الفعل هم من الشباب الأفتياء الصغار محدود الخبرة ومحدود الوعي. سندخل في غمار عفوا مشكلة الموضوع وعقدة الموضوع، ولكن ينضم إلينا عبر الهاتف كذلك مباشرة من جدة الدكتور خالد باطرفي مدير تحرير جريدة المدينة. دكتور خالد، باختصار ما هي آخر المستجدات لهذا الحادث الذي هز الرياض صبيحة اليوم؟ الحمد لله ليست هناك مستجدات من ناحية أنه في ذيول القضية، لكن في مستجدات في نفوس الناس، وهي أن كثيرين من الذين كانوا مخدوعين بالخطاب الديني لهؤلاء الإرهابيين بدأوا يتبينوا الحقيقة، وهي أن هؤلاء ليسوا على أي صراط، وأنهم كل هدفهم هو إثارة القلاقل في هذا البلد الآمن، وأنه ليست لديهم قضية، وبدليل أنهم يعني حتى الآن ما طلع بيان يبرر ويفسر قتل أبرياء عرب ومسلمين لقضية غير معروفة أصلا. يعني لحد اللحظة لم يتبين مشروعهم السياسي أو الهدف السياسي من خلال هذا العمل التفجيري. نعم لم يتبين، وحتى في السابق لم تكن هناك بيانات توضح مبرراتهم وأهدافهم، ولكن كانت هناك تكهنات من أن الهدف هو مجمعات فيها أمريكان أو فيها يعني أوروبيين، إنما الهجوم على مجمع فيها عرب ومسلمين شيء غريب، يعني يتناقض حتى مع هذه التكهنات والتوقعات بأهدافهم، وبالتالي يفقد أي مصداقية كانت لهم في نفوس البعض الذين كانوا يعني مغترين بأهدافهم وإن كانوا مختلفين مع أساليبهم. نعم دكتور خالد باطرفي مدير تحرير جريدة المدينة من جدة، شكرا جزيلا لك.
وينضم إلينا مباشرة من استوديوهاتنا في دبي وعن طريق الأقمار الصناعية الشيخ الدكتور عبد الله عيسى بن عبد الله بن مالع الحميري مدير عام أوقاف دبي سابقا. دكتور مدير تحرير صحيفة الرياض عفوا صحيفة المدينة قال بأن هؤلاء لا يملكون مشروعا سياسيا ولم يصدروا أي بيان، ولكن يعني حسب المساق العام هؤلاء ممن ينضمون إلى التيار المتشدد التيار التكفيري الذي يعني عرف عنه ما سيقوم وما قام به من أعمال. ترى دكتور إذا أردنا أن نسقط هذه الظاهرة ظاهرة الانفجار الذي شهدته مدينة الرياض في مساق التطرف والغلو في الدين الذي شهدته الساحة الإسلامية الآن، كيف يمكن أن تقيم ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة هذه المسألة يعني لا يمكن علاجها في لحظة وضحاها، ولكن هذه المسألة من أمد بعيد الإسلام عالج هذه المسألة وبينها أيما بيان، ووضع السبل للإحاطة من مغبة الوقوع في مثل هذا الفكر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك من بادئ ذي بدء، من قصة ذي الخويصرة التميمي لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة هوازن ووزعت الغنائم فقال يا رسول الله أعطني، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم شاح بوجه جاء عن يميني أعطني، لم يعطه شيئا، فقال والله إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. يقول المصطفى الصادق المصدق الذي هو أمين الله في أرضه كما هو أمين الله في سمائه، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا اخترط سيفه وأراد أن يقطع رأس هذا المنافق، قال دعه يا عمر. الحاصل من هذا باختصار أن ينبغي كان ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال يجب أن ننتبه في توظيفها من بادئ ذي بدء، أين يذهب هذا المال ومن يعطاه، وينبغي أيضا التعامل مع الناس النظر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده فراسة، والمؤمن ينبغي أن تكون عنده فراسة اقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسم في من يعطى المال وفي من أيضا يعطى العلم وفي من يعطى يربى تربية لأجل أن يبث للأمة الفكر المستقيم. ينبغي أن يكون عند العالم الوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الاختيار في التربية. نحن مع الأسف المجتمع الإسلامي بطوله وعرضه إلا في النزل اليسير تركوا الأمور على ما هي عليه، وتركوا حتى تخرج هذا الفكر يدعو إلى الاقتداء بالكتب اللي يسموه المحدثون صحفي، يتصحفون يأخذون من الكتب ما هب ودب، والكتب فيها ما فيها كما تعلم. وأنا ذكرت مرارا وتحدثت في حديثي المصطفى أن الله سبحانه وتعالى في قانونه وتشريعه حينما أرسل الشرائع وجاءت مرتبة وختمها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب لم يقتصر على ذلك، بل جعل القدوة للإنسان يقتدى به هو محمد صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، علما بأن العرب فصحاء ويجيدون الفصاحة، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع لهم الطريق والمسار المستقيم في السلوك. لأن الشاب دائما في بدايته تكون أحيانا عنده حماس وعنده شوي يعني شدة ورعونة، فيريد من يعني يوجهه ويقنن له هذه يعني يستعمل يوظف هذه هذا الطاقة في الطريق المستقيم. جميل. وهذا في حياتنا نحن اليومية نشهده في كل مشهد. نعم. في أي يعني إذا وجهنا هذا الطالب بالوجه المستقيم. دكتور دكتور سنرجع إليك أرجع إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد العزيز. أشار فضيلة الدكتور إلى موضوع الثقافة أو البنية الثقافية التي يرتكز عليها هؤلاء، وأشار كذلك بطرفي إلى موضوع عدم وجود مشروع سياسي للموضوع. هنا السؤال أطرحه مجددا، هذه العمليات إذا أردنا وصفها في إطار ما يجري الآن في المنطقة في العالم الآن، ترى هل هؤلاء يحملون مشروعا سياسيا معينا من خلال قتل المدنيين، من خلال التفجير، من خلال ما تشهده الساحة الآن؟ لا أعتقد أن هنالك أن لديهم مشروع سياسي محدد. يعني في حقيقة الأمر نحن عندما نتحدث عن كل من يتلحف بالإسلام ويتحدث باسم الإسلام فكأننا نتحدث عن تنوع كبير جدا. والمهم في هذه الظاهرة كما تكرم الأخ العزيز أن نقف على أمر مهم جدا وهي تربية الناشئة،
وعلى البنية الثقافية والبنية التعليمية وأيضا البنية المؤسسة الدينية وتوجيهها وإرشادها. كل هذه الأشياء من الضرورة بما كان أن يكون وراءها عقل جمعي رشيد وسطي هادئ يربي الناشئة على أساس قويم وعلى أساس سليم، لأن هؤلاء الشباب عندما يكونون في حالة من الإحباط أو من الفراغ الثقافي والمعنوي والوجودي يجدون أنفسهم في متاهات وقابلين لأن يتم توظيفهم بكيفيات معينة. فالأمر بتقدير الشخصي يتطلب رؤية حقيقية وشاملة، وهذه الرؤية لا تقتصر على المسألة التعليمية والثقافية والدينية فحسب، الدينية بالمعنى الإرشادي الواسع، ولكن أيضا بالمعنى المرتبط بكامل الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مجتمعاتنا. نحن نعاني من مشاكل كبيرة جدا في العالم العربي، وهذه المشاكل الكبيرة هي التي مهدت لهذه البيئة الصانعة لكل أنواع المفارقات والصانعة لكل أنواع الإحباطات والقهر الوجودي والمعنوي. وبالتالي لابد من التفكير في كل هذه البنية المؤسسية وإعادة النظر فيها بطريقة عاقلة ومتدرجة وهادئة ودون ما دعوة إلى انقلابات ودون ما دعوة إلى فترة. دعوة إلى الحوار واضحة من خلال كلامك. والتبني لابد أن يأتي من قبل المؤسسات الحاكمة، ولابد أن يأتي من قبل الحاكم بالدرجة الأولى، لأنه لابد من أن نقر بأننا نعيش في لحظة من التفجرج الحقيقي ومن الفجوات الكبيرة في مجتمعاتنا. نعم، عملية حوار جارية في المملكة، يعني نلاحظ كذلك دعوات الإصلاح التي دعا لها الأمير عبد الله، مركز الحوار الوطني الذي أسس في مكة المكرمة، هناك يعني عمليات جارية في هذا الموضوع. وينضم إلينا كذلك عبر الهاتف من الرياض سالم الغامدي، مدير تحرير الشؤون السياسية بصحيفة الرياض. سالم، صحيفة الرياض عندي الآن عنونت حول التفجيرات بثلاث عناوين أو أربعة عناوين في محد، يعني كلها عناوين عن إحصاء المصابين وغيرهم. ترى إذا أردنا أن نستفسر عن عناوين صحيفة الرياض الصادرة غدا بخصوص الموضوع، كيف يمكن أن تختصر لنا العنوان الذي يلخص الظاهرة تماما للقارئ؟ نعم، على الجانب الصحفي احنا الحقيقة نحاول في صحيفة الرياض كما في باقي الصحف السعودية او غيرها ان نتلمس الحقيقة ونبحث عن الواقع لنقله طبعا للجمهور القراء. وسوف تصدر عناوين غدا، لم نعمل لها الصياغة النهائية، لكن في الإطار أن نحن أولا نرفض هذا العمل الإرهابي مهما كان شكله ومهما كان الجهة المنفذة له. وبالتالي ولكن في الجانب الآخر نحن نركز أو ندعو إلى البحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الأعمال الإرهابية أو التي تدفع هؤلاء الشباب لعمل خارج عن الدين وخارج عن القوانين وخارج عن كل الأعراف المحلية والدولية. فهذه أعمال طبعا لا يقرها أحد أبدا إطلاقا، لأنها تستهدف الأرواح البريئة وبالقتل وبالإصابات وبأشياء كثيرة جدا تضر عليها حياتها. سالم، أنت في الرياض الآن، يعني من خلال مشاهدتك ومعاينتك للحادث الآن وللمصابين وغيرهم، ألم تلمس أي ردود فعل، أي بيان، أي شيء يدل على هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل، أي رؤية سياسية لهؤلاء الذين الشباب الذين قلت بأنهم قاموا بهذا العمل الإرهابي؟ نعم، الأحداث السابقة والقديمة طبعا عرف من ورائها بالبحث وكذا، لكن حادثة الفجر اليوم أو البارحة لم رسميا أو حتى من أي جهات لم يتأكد من وراء هذه العملية. طبعا هناك شكوك أنها تكون أعضاء في القاعدة كالعمليات السابقة، لكن لم يتضح إلى الآن من وراء العملية، ولذلك لا نحن ننتظر مجريات التحقيق والبيانات الرسمية من وزارة الداخلية أو حتى من المصادر الخاصة الأخرى التي نتعاون معها في صحيفة الرياض أو في الإعلام السعودي. نعم سالم، أريد تعليق على هذه النقطة. ذكرت بعض الصحف أن دبلوماسيا غربيا في السعودية قال رويتر بأن المتشددون اختاروا هذا المجمع بوصفه هدفا سهلا بعد حملة القمع التي قامت بها قوات الأمن السعودية ضدهم في الآونة الأخيرة. هل ترى منطقية هذا التصريح
بما وقع اليوم؟ هذا حقيقة ما طالعتنا به وكالات الأنباء اليوم عن تصريحات المسؤول الأمريكي. أنا أعتقد اعتقاد شخصي أنه ليس كذلك الأمر. صحيح أن هناك ملاحقات من وزارة الداخلية أو من الجهات الأمنية لإفشال أي عملية إرهابية أو لإفشال أي عمل يحاول فيه طبعا الإساءة للوطن وإساءة للساكنين في هذا الوطن من سعوديين أو من غيرهم، لكن الحقيقة هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة. لا نستطيع أن نقول أنهم اختاروا هدفا سهلا وهدفا صعبا، لم تتبين الأمور أكثر من ذلك. نعم. سالم الغامدي، مدير تحرير الشؤون السياسية بصحيفة الرياض من الرياض، شكرا جزيلا لك. عفوا. إلى ضيفنا عن طريق الأقمار الصناعي في السيد والشيخ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مالع الحميري. دكتور، حتى مكة المكرمة لم تسلم من هذه الأذية، يعني هناك انتحاريون تم إلقاء القبض عليهم في المملكة، هناك مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر كذلك، يعني وصول الأمر إلى 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 مكة المكرمة، إلى منطقة حساسة في العالم الإسلامي من خلال هذا التيار، تيار العنف والتشدد الذي أشرت إليه سابقا، كيف يمكن أن ينذر في قادم الأيام في المستقبل إذا لم نتدارك ونعالج هذه الظاهرة؟ الحقيقة هذا الأمر كما ذكرت لك لا يمكن أن ينبثق عن عالم أو حتى طالب علم، لأن معروف لدى أصغر طلاب العلم أن مكة بلد آمن ولم تبح في قتال إلا لساعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري كيف يصورون لأنفسهم حتى الدخول في مكة. هذا المعنى أن الزمام لدى هؤلاء القوم انفلت، فليس لديهم، لا يرعون يعني لا حرمة لمنطقة محرمة فيها القتال أو فيها سفك الدماء، فالأمر يعني جل خطير. فينبغي في مثل هذه يعني الحالة أن يكثف من الندوات، والحمد لله المملكة بها من العلماء الأكفاء فيها من يستطيعون أن يحيطوا هذا الأمر ويعني يبثوا إلى الشباب، لأن الشباب يريد توجيه، وأيضا الدولة جزاها الله خير بما تقوم من جهد، أيضا يستطيعون بالمعالجة أن يحتوون الشباب ويشغلونهم بأمور كثيرة لا يتركون لهم الفراغ، لأن الشاب إذا ترك له الفراغ فكر فيما لا يعني خير فيه والعياذ بالله. ولكن أدبيات نعم. بعض الشباب المتطرف نعم. يعني تستند إلى بعض الآيات والأحاديث والنصوص. ليس هناك كما ذكرت لك أدنى يعني أضعف طالب علم أن يستند إلى رأي يبيح للدخول إلى مكة المكرمة. معنى الأمر أن هذا هؤلاء القوم ربوا ويعني تربوا على فكر غير مستقيم. الآيات القرآنية لها تفسير ولها تأويلات، ليس هناك آية قرآنية تشير إلى أن نحتدم حرمة مكة أو حتى حرمة الرياض وحرمة الحاكم، لأن الدين أمرنا باحترام الحاكم باحترام السلطة، اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد الحبشي رأسوك زبيبة. ينبغي أن يحترم أي مواطن أو أي عالم السلطة والأمن في البلاد، له حرمته له يعني مقامه في الإسلام، لأن الاعتداء على الإمام والاعتداء على وشق عصا الطاعة هذه معصية عظيمة لا تغتفر. صحيح أن نحن لا نقول يعني في هناك تفاوتات وفي تقصيرات كما ذكروا الأساتذة والإخوان، ينبغي على الحاكم أن يتلافاها وينبغي على المحكوم أن يسعى لإيضاح ما يريد، لكن تصل المسألة إلى حمل السلاح وإلى يعني ترويع الآمنين ومثلا لضرب نقول مثلا المعاهدين، هذا منهي عنه في الإسلام. الإسلام نهانا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خصم لمن آذى ذميا معاهدا، فهذا لا ينبغي، لأن الإسلام نهى عنه وحرمه أي حرم، وجاءت أحاديث وآيات في منع ذلك. جميل أشكرك. نعم. دكتور عمر، دكتور أشار إلى مسألة تجنيد الشباب، تجنيدهم ثقافيا برؤى مشوهة، تجنيدهم في هذه التيارات، يعني سؤال الوجيه هنا، حالة الشباب في المنطقة الخليجية خصوصا والعربية، هناك يعني سهولة استساغ مفاهيم التطرف السريع إن صح التعبير، كيف يمكن أن تفسر أبعاد هذه الظاهرة إذا بقي الحال على ما عليه؟ هذه الظاهرة أولا هي ظاهرة تاريخية بامتياز، هي موجودة في التاريخ الإسلامي ككل، كان هنالك دائما اتجاهات مغالية في التاريخ الإسلامي بأشكال مختلفة،
ثم أنها إلى ذلك ظاهرة تنمو وتترعرع في ظروف معينة وفي أحوال معينة. ونحن نعرف أنه في أحوال المظالم والإحباطات الاجتماعية والفقر ووجود فجوة ثقافية كبرى ووجود خلل تربوي أساسي وخلل إعلامي أساسي، في هذه الأحوال تزداد مثل هذه الظواهر بطبيعة الحال. فهنالك مقدمات موضوعية لابد من دراستها والتعرف عليها، وهنالك مقدمات تتعلق أيضا بالأنظمة والسلطات القائمة في المنطقة العربية التي عليها أن تكون صريحة مع أنفسها ومع شعوبها باتجاه محاولة قراءة هذه الظواهر قراءة موضوعية منطقية وعاقلة بدقة العبارة. بهذا المعنى يمكن محاصرة مثل هذه الظواهر، ولا يمكن محاصرتها على الإطلاق بالعنف ولا بالأنظمة البوليسية. يعني حتى يعني لو سلمنا، أنا رأيي الشخصي باختصار شديد أن هذه الظواهر المركبة والمجتمعية والمعقدة والمتداخلة والملتبسة مع عديد من الأشياء لابد من أن يتم معالجتها بصيغة مركبة ومعقدة أيضا، وليس نعم. وليس بأداة واحدة. أنا لا أقول أنه نتخلى عن الأجهزة الأمنية أو نتخلى عن الإعلام الموجه أو نتخلى عن كثير من وسائل التأثير، ولكن بالتوازي مع هذه الأشياء لابد من استنفاذ كل السبل الأخرى. نعم نعم. ولكن في هذه الظاهرة في حالة الرياض مثلا، يعني نلاحظ بأن أولا مسألة خلط الأوراق، خلط اللعبة، لعبة الدينمو الآن لا يوجد مع من تحاور، من هو هذا الشخص الذي تريد أن تحاور معه. ثانيا يعني المسألة هي مسألة بلد مثل المملكة، بلد الحرمين، يعني إذا أردنا وإذا سلمنا أن هناك أخطاء في الممارسة للنظام لأجهزة النظام، فالنظام هنا أرحم كما تقول كثير من التحليلات بشعبه من بعض الأنظمة الأخرى التي تقمع شعوبها، التي تفقر شعوبها. بس إذا أردنا أن نسقط الضوء على المملكة، على تجربتها السياسية والديمقراطية، يعني قياس مع الفارق مع بقية الأنظمة هنا، لماذا يا ترى هذا وجود هذه بؤرة التوتر في هذا الظرف بالذات؟ ألا ترى فيها بأنها خلط للأوراق، بأنها قضية لعبة جديدة في المنطقة؟ خلط الأوراق مسألة قائمة في حقيقة الأمر. نحن عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية لا نتحدث عن المملكة العربية السعودية بوصفها جغرافيا ولا بوصفها كتلة سكانية ولا بوصفها نظام واحد، نحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية في عمقها الأبعد الإسلامي والعربي والإقليمي في آن واحد. تماما كما نتحدث عن العراق بهذا القدر، أو نتحدث عن أي بلد عربي أو إسلامي آخر. ونتحدث أيضا عن جزء من المنظومة القائمة في العالم وعن حالة الاستباحة بالترغيب أو الترهيب التي تباشر الآن من قبل بعض مراكز النفوذ الكبرى في العالم. فإذا نحن نتحدث عن موجة عالمية مركبة وداخلة في كل أنسجة الدول والأنظمة. هنا السؤال الكبير يوجه إلى الأنظمة العربية بالدرجة الأولى، كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تعترف بأن الخطأ هو سياق جبري في كل بلد من بلدان العالم وليس في العالم العربي فقط؟ وكيف تعترف بأن كل من يشتغل على الحكم ويشتغل على تسييس الحياة وعلى تدبير أمور الحياة لابد أن يخطئ؟ كيف نستطيع أن نفتح الأبواب والنوافذ للنخب السياسية والفكرية والثقافية والدينية وأيضا للجماهير؟ بمعنى آخر، خير لنا مليون ألف مرة من أن نفتح مشاكلنا مع جماهيرنا ومع نخبنا من أن نقعد ونتوهم أننا نملك الحقيقة المطلقة بوصفنا الذاكرة الجمعية للأمة. إذن هذه المسألة لا تطال المملكة العربية السعودية، ولكنها تطال كل الأوضاع في العالم وخاصة في العالم العربي الذي يعيش مرحلة قلقة وحرجة جدا وعليه أن يرتقي إلى مستوى التحديات. الآن أنا أقول أننا لن نتعامل مع هلام بالمناسبة، وهذا شيء مهم جدا لابد أن نعرفه. هنالك بؤر تأثير أساسية في كل بلد عربي، وهنالك أسماء وأفراد من الذين لهم تأثير معنوي وثقافي وفكري على الناس. لابد من محاورة هؤلاء الناس، ولابد من محاورة مريديهم، ولابد من إرشادهم، ولابد من الدخول معهم في جدل مهما طال، لأن هذا الجدل هو الذي سيخلق البناء الخلاق التفاعلي الذي يقر بالاختلافات بالأساس. لكن إذا كان كل طرف سيتمسك بأنه هو صاحب الرأي السليم والرأي الصحيح المطلق، نعم، فنحن نعم. في هذه الحالة سنصل إلى متاهة، وهذه المتاهة لا تخدم نعم. الأمة العربية نعم. والإسلامية. مسألة الحوار ذكرتها في المرة السابقة، وهي تبقى دائما المسألة الأكثر إلحاحا في المنطقة. أرجع إلى الدكتور عيسى الحميري. الحقيقة كلام الضيف كلام كأنه يتكلم بما في الشجون. ها
هذا الكلام هو الكلام المنطقي. أولا هذه الاثنين كلمة كنت مفسر لما قال لا يجب أن يتم بأمر معقد، لا هو أعتقد قصد الآن فسر المعنى. ينبغي على الدول الإسلامية هي المسؤولة أن تسمح بقيام الحوار بين العلماء، وينبغي على العلماء أن يتخلوا عن أنانيتهم وأن ينظروا إلى عمق القضية وأن يتناقشوا نقاش بناء، لأن إذا فقد الأمن سيتضرر الجميع، جميع القوى العاملة بتتضرر. فينبغي إذن على الحكومة لها دور وعلماء المسلمين لهم دور، فينبغي على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا المرجعية ويدعو إلى مؤتمرات، ما نريد مؤتمرات فاشلة تخرج بنتيجة فاضية، لا ينبغي يحبذ يعني أن يكون أحد من الدولة من الأمراء أو غيره يكون مسؤول ممن يعني له بأمور العلم وكذا، ويجلس بين العلماء وتدور ندوات وحلقات، لأن مسائل هذه كما تفضل ضيفنا الكريم لها عمق تاريخي، يعني هناك الاختلاف موجود، وهذا أنا تكلمت مرة عنه في البيان وتكلمت عنه في جريدة الضياف الأوقاف، ولا يزالون مختلفين كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم نفرق بين الخلاف والتناجش وبين الخلاف والمخالفة. الخلاف هو الذي حل القضية، لما نتناقش مع بعض وكل يطرح رأيه دون أن يتعصب له، هذا هو الفكر لا. الذي يحل المسألة لنا، يعني أنت لك فكر وأنا لي فكر، لي أنا حجتي ولك أنت حجتك، تطرح أنت حجتك وأنا أطرح حجتي، ليس لزاما علي أن ألزمك بحجتي وليس لزاما عليك أن تلزمني بحجتك. هذا مبنى الآيات كما يقول الله لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله يكفر بالطاغوت قد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لا بد من وضع، قل تعالوا إلى قال الشريعة نادت كما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أندادا. فكيف في طوائف المسلمين اليوم مع الأسف، وهذه النبي نبه عنها في حديث سنده جيد يرويه البزار وغيره، قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يرمي الجار جاره بالشرك، قلنا يا رسول الله من يعني المشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي، لأن هذه المصيبة الآن الذي واقع فيها أمة الإسلام، والمصيبة أن لما بتكون في مرجعية في علم في أنا أنادي أتمنى الآن باختصار دكتور لو سمحت باختصار جدا. أنا أتمنى الآن من 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 دول الإسلامية أن ينظرون إلى الفكر في بلد ماليبار في الهند، عندهم علماء وعندهم مرجعية، بحيث العالم إذا رأوا خالف الطريق المستقيم نادوا وناقشوه، وإذا كان له رأي تبنوا، إذا ما له رأي أمروا بإبتعاد عنه. نحن ما عندنا مرجعية على مستوانا العالم الإسلامي الأولي. دكتور عمر عبد العزيز تعليق أخير عن الموضوع. تماما مع فضيلة الشيخ فيما ذهب إليه، هذه هي الحقيقة. توحيد المرجعية الآن، توحيد المرجعية، الأخذ بوسطية الإسلام بحكمة الإسلام وروحيته المفتوحة، بالقبول بالتعارضات بوصفها سبب النماء وسبب الازدهار، هذه المسائل كلها في حقيقة الأمر مشخصة ومعلومة بالضرورة، لكن ما ليس مشخصا ومعلوما بالضرورة هو إصرار بعض الأطراف أينما كانت هذه الأطراف، ولا نريد الآن أن نحدد، على التمسك بالرأي الخاص والأحادي، والإقامة في هذا الرأي الخاص والأحادي إقامة مديدة وإقامة متعصبة. نعم. هذا هو الشيء المرفوض. نعم. وهذا الأمر لا يطال المعارضة، ولكن أيضا كثير من دوائر الحكم في العالم. نعم. الإسلامي. نعم. شركاء، فنحن جميعا شركاء في هذه في الخطايا. نعم. إلى هنا تنتهي حلقة البرنامج لهذا اليوم. أشكر ضيفي الاستوديو الدكتور عمر عبد العزيز مدير تحرير مجلة الرافدة الإماراتية، وأشكر ضيفنا عبد الأقمار الصناعية الدكتور عيسى بن عبد الله بن نال الحميري، وإلى هنا تحية مني والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى